ويا لها من أجواء عزيزي المشاهد المتابع لدوري الروشن الذي كما ذكرت انتقل من هذا المحيط، من محيطه العربي، لأن يصل إلى كل قارات العالم. ويا لها من أجواء بدأت في مدرجات استاد الملز هنا. هذه الأجواء هي مجرد بداية فقط لقادم مذهل أكبر ربما معتاد في لقاءات الفريقين. لازال الموسيقار الأرجنتيني يقود خط وسط الشباب، والشباب الذي بدأ بداية متعثرة، خمس مباريات أولى في دوري روشن بلا فوز، بعد ذلك انتفض عندما أقال مدربه الهولندي كايزر وجاء مؤقتا الرجل الحاضر الآن خوان براون بفوزي نيمار، ويفعل ذلك ميتروفيتش الذي يبدو في الصورة هو آخر الأسماء التي يقترحها جورجي سوس من أجل هذه البداية. وبالتالي نعم هو يعلم بأنها مباراة في غاية الأهمية. كرة جميلة تصل لخطير عند هاتريك في الدوري، يتحدث عن مالكوم، لكن انطلاقة جميلة تلعب بها، لا زالت خطيرة للهلال في الكرات الماضية. وأمامي هنا من كابينات المعلقين في دوري روشن، وهنا انطلاقة لياسر الشهراني، كرة جميلة لفريق نادي الهلال، محاولة مستمرة، الكرة تلعب بهذه الصورة، ولكن موجود أيضا المدافع ياغو سانتوس في الكرة الماضية السعودية. الضربة الحرة المباشرة الآن لنادي الاتحاد الذي بالفعل يقدم مباراة كبيرة في هذه القمة، في هذا الديربي الكبير أمام نادي الهلال. هذا هو نيفز يتقدم الآن للأمام، محاولة إلى مالكوم، أخذها بصورة ممتازة وأرسلها إلى سعود عبد الحق. الله 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 الله، لكن عندك تسلل متابع من جانب كوليبالي، وصلت خطيرة، كراسكو خطير الآن، المحاولة والتسديدة القوية. الله، يشعرك بالحنين لتياغو نيفيز يا هلالي، ألا يشعرك بالحنين؟ الله، حلوة، ولكنها بعيدة الكرة الماضية. المرور جميل بالمناسبة من على الحزم بأربعة أهداف والفوز على الباطن بهدفين في كأس الملك، لكن سعود عبد الحميد في المكان الخطير، فرصة للأمام لكن تصل بعد ذلك للحارس الكوري كيم، حارس مرمى نادي الشباب السعودي وحارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية، أحد الحراس الكبار في دوري روشن وما أكثرهم. انطلاقة جميلة للأمام، وصلت إلى هتان، هذا ديالو ممكن يسدد، سدد. الله، الشباب لم يأتي لكيم الكوري في ضربة حرة مباشرة في هذا المكان. الآن كرة تلعب عالية وللأمام وبالرأس تبعد، وبالرأس بعد ذلك، ولدينا صافرة، ولدينا خطأ، ولدينا حكم المباراة يحتسب ضرب الجزاء، يحتسب ضرب الجزاء، وقع في المحظور، صارم للغاية. ما الذي حدث هنا نشاهد ما الذي حدث طبعا. وبالنسبة هذه الكرة طبعا، ما الذي حدث بعد ذلك؟ دعونا نشاهد مرة ومرتين وثلاث ما بين القحطاني والبليهي. يعني إذا وصل الهلال إلى مباراة فيها كلات الترجيح يذهب لماذا؟ يذهب للفار، وكأن الفار قال له، في الفار موجود برتغالي، كلم السلفادوري، قال له تعال هناك شيء يجب أن تشاهده. نعم، هو احتسب ضربة الجزاء، والله يبين أكبر من عمره، إي والله 32 سنة. لكن هو هذه اللقطة ما بين حسين وميتروفيتش، هل يؤكدها أم يلغيها؟ يلغيها، يقول أنتوا الاثنين كنتوا ماسكين في بعض. نيمار، كرة جميلة في المكان السليم، هذا الدوسري، هذا سالم، هذه لعبته، هذه خطيرة، كرة جميلة، ونيمار يسدد. الله الله الله، إلى ضربة ركنية. هذا أبانيجا، نعم الكرة جميلة. الله 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 الله، لكن كوليبالي أسقور، تشعر أنه جناح أكثر من أنه ظهير أيمن. نعم،
سكور، فواز سكور، مباراة كبيرة، وهذه كرة تلعب للأمام وحارس المرمى خيم أتعادل بدون أهداف، الثالث في زمن الاحتراف، كرة جميلة، الله الله الله، قال له سجل، مواجهة وسددها، لكن حارس مرمى كبير، حارس مرمى كبير، حلوة من جانب نيمار، الكرة الماضية، سالم الدوسري لسافيتش، شهراني ياسر، سافيتش في الكرة الماضية، وضربة جزاء، هذا هو سافيتش عندما تطلب له حريته، عندما تقول له اذهب حيث تريد، هذا هو سافيتش. نعم، لكن تقيده، شوف 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 شوف، هذا 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 هذا، والأولى ونيمار، نيمار والحارس الكوري، نيمار والحارس الكوري، نيمار يتقدم و يضيع، وحارس المرمى يتألق، حارس المرمى نيمار سددها، والكوري كيم، والرقم يكبر بالمناسبة، الكرة من ضربة ركنية تلعب وبالراس، الله 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 الله، من جانب أيضا متروفيتش، ووصلت الآن إلى مالكوم، مالكوم في مرور، الله على البرازيلي، على راقص السامبا الذي رقص في الكرة الخطيرة والتسديدة، وبعد ذلك سانتوس البرازيلي ياغو أبعدها، حولها إلى ضربة ركنية، شوط مثير، كل ما فيه مثير، كل ما فيه مثير، من معادلة سلمان الفرج بالمناسبة اللي عنده 35 مباراة موجود في قائمة البدلاء، كرة من ضربة ركنية تلعب بهذه الصورة وتعود، والتسديدة خطيرة وفرصة وتنحط وتمر، لكن عندنا تسلل، عندنا تسلل في زمن الاحتراف بعد عامي 2012 و2020، شباب يقدم في اعتقادي الشوط الأفضل له في الدوري حتى الآن، والكرة من هتان بهبري، والكرة عند ياسين بونو الحارس العملاق المغربي العملاق، وصافرة نهاية الشوط الأول تأتي الآن من السلفادوري إيفان بارتون لأن تعلن نهاية الشوط الأول، الإسبانية الشهيرة عن إيفر بانيجا يوم أن كان يصول ويجول مع فالنسيا، مع أتلتيكو مدريد، مع الأندية الإسبانية الكبيرة، والآن يلعب لنادي كبير، وعنده كرة للأمام إلى ديالو في الكرة الماضية، لك الله الله على التصدي وعلى طبعا البلاهي في الكرة الماضية، لكن الشباب يبدأ الشوط الثاني والتسديدة من جانب إيفر بانيجا، هذا 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 الذي قالت عنه ماركا أنه يسدد الكرة أو يسترجع الكرة كإيطالي، يسددها كألماني ويلعبها بعد ذلك كأرجنتيني، عمل مجهود جيد، لكن جاء بعد ذلك وأضع كرة سهلة، وصلت الآن إلى مالكوم، نقلت 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 للأمام، خطيرة للهلال، لكن عند حارس المرمى، ولدينا راية على نيمار التسلل، يحضر في الكرة الماضية للشباب أيضا في الموسم التالي، وبالتالي نحن أمام أول بطلين لدوري المحترفين السعودي، خطيرة، فرصة للأمام، الله الله الله، خارج الملعب، عندك ضجيج هادر، صوت 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 هادر في المدرجات، الركنية لعبت أرضية وخطيرة، الله آه، فرص 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 بتضيع على الهلال في مباراة اليوم، كرة جميلة، هذه جميلة، كانت محتاجة أفضل مما كان في الكرة الماضية، الله 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 الله، عندما يتجلى الأرجنتيني، عندما يلعب مباراة الأفضل في الموسم، والكرة لكاراسكو، كاراسكو في هذا المكان الذي يراوغ فيه ويسدد، أوهو أوهو، على الكرة الماضية تضرب في القائم وتصل إلى ضربة مرمى، جاء لنا بقطعة من قطع الحلوى البلدي، أصوات هلالية طالبت برحيل جيسوس، وهذا يعني سقف الطموح دائما عند الهلالية كبير وكبير جدا، انطلاقة جميلة، كرة من جانب متروفيتش، وصلت في الجهة، هذا مالكوم وهذا متروفيتش، وهذه كرة، وهذا نيمار، وهذه كرة تبعد، وهذه مرتدة، هذه مرتدة، هذه مرتدة، هذه مرتدة، وصلت للاعب فنان بالكرة بقدمه كاراسكو، ووصل، أوه الفنان الكبير الكبير الذي حاول، لكن برافو، تغطية ممتازة من جانب نيفز،
تغطية ممتازة من جانب البرتغالي نيفز وأوصلها الآن لأسيرتسافيتش باتجاه نيمار. نيمار يتقدم نيمار ويرسل كرة إلى سالم الدوسري. البحث عن هدف. الكرة تلعب للأمام والكرة تبعد وتصل إلى ضربة مرمى. في الكرة الماضية كل الهلالية طالبوا وكلهم وقفوا إلى أن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. هذه اللعبة في نتائج ممتازة يحرج إدارة نادي الشباب، يقولهم شيلوا اسم شيلوا كلمة المؤقت، وهذه خطيرة للأمام إلى سالم. سالم عند حارس المرمى، سالم بمجهود كبير في الكرة الماضية وصلت إلى حارس المرمى. حكم المباراة هذا هو نيمار. الكرة تعود للهلال، الهلال في حالة هجوم في هذه اللحظات. تسديدة قوية من كوليبالي وتصل خارج الملعب، كذلك خارج الملعب. شوف أخذها، تقدم للعقل المفكر وقائد الأوركسترا للشباب، مرور فواز السكور، وهذه ليانك سددها وين بعيدة. قال يسجل وكان هداف الدوري 2013. هذه انطلاقة في هذا المكان السليم. الآن العرضية بالفعل جميلة ووصلت إلى نيمار، والتسديدة القوية والمحاولة مستمرة، والهدف الذي يلغى. هدف يلغى. فرحة هلالية لم تكتمل لأن نيفيز اللي سددها وسجلها. أنا أعتقد التسلل الأول كان على متروفيتش بالمناسبة. هذه اللعبة نعم، لا بعد ذلك عينك على متروفيتش. نعم على متروفيتش. القرار سليم، وبالتالي نعم شباب العويران والرومي، عبد الرحمن الرومي وعبد الرحمن الحمدان، ولدينا محاولة مستمرة لا زالت بأقدام الشباب عن طريق جميلة ملعوبة في الكرة الماضية. وبعد ذلك عودة البرازيلي مالكوم الذي ينطلق سريعا الآن باتجاه نيمار. محاولة بالفعل فيها نيمار، يتقدم للأمام. الله ميشيل، وسهلة. أول كرة كان ممكن ميشيل، أول كرة، أول استلام. إنه مباراة الآن ما تبقى من وقتها ليست لأصحاب القلوب الضعيفة، لعشاق الفريقين. انطلاقة من نيمار، يأتي بكرة للأمام. الآن نيمار في الكرة الماضية، محاولة المرور وقد وصلت إلى نيفز، سددها قوية وإبعاد واستبسال كبير من جانب لاعبي الشباب. مرتدة من في اللحظات القادمة، بينما انطلاقة هنا كرة تبعد بهذه الصورة تعود إلى بانيجا. ولا تمريره غلط في مباراة اليوم رغم أهمية. خطيرة. الله إلى ضربة ركنية. كم الفرص الضائعة في مباراة اليوم. هنا فقدها كويلار طبعا من أمام سافيتش، وسافيتش بعد ذلك أهداها إلى نيمار. اصطدت في المدافع ووصلت إلى ضربة ركنية لنادي الهلال في الكرة الماضية. إلى نادي الهلال ضربة ركنية لعبت بهذه الصورة ووصلت لخارج الملعب. ضربة ركنية لا تعرف أين تذهب المباراة وأين تستقر الكرة، والضربة الركنية العالية الآن. الله، حيث الظلام عميقا هناك دائما من يفسح للنور طريقا، حيث الظلام عميقا هناك دائما من يفسح للنور طريقا. يا هلال، كوليبالي ارتقى عاليا وفسح للنور طريقا عند جمهور الهلال. ارتقاء وياهو ارتقاء. يضيعون المهاجمين وياتي من الخلف كوليبالي يذهب
يعانق الجميع ويفرح مع الجميع. عينك 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 على الارتقاء، هذا ما في حد وقفة، أي وقفة فقط. الكرة استقرت في الشباك حيث هناك ظلام عميق، يأتي من يفسح للنور طريقا. نعم هذا ما فعله، نعم كان الهلال يشعر بأن الأمور عتمة عتمة عتمة، الأمور تذهب إلى العتمة إلى الظلام، لكن جاء من يفسح للنور طريقا. هذا المساء آخر 20 دقيقة، هذا طبعا ما بعد الهدف. جمهور عاشق مغرم ليس من الرياض فقط، لأن عشاق الهلال ليسوا فقط من الرياض، من كل حدب وصوب. الداوود كرة تلعب الآن ولسالة قائمة وخطيرة، والشباب خطير، والكرة إلى كراسكو ممكن يسدد. الله 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 يا بني جات، الله الله الله. نعم عاش في كندا ولد في كندا، ولكنه قال لوالديه لنعد للمغرب، لدي حلم لدي حلم. هذه كرة وهذا سعود عبد الحميد، وفرصة هدف، ولدينا خطأ يحتسب على مالكوم. بينما الشباب هذه انطلاقة الآن، هذه محاولة من بريقة، وصلت الآن لسعود عبد الحميد. وين موجود؟ موجود في خط الوسط، ماذا يفعل؟ إنه يبدأ هجمة للهلال عن طريق من؟ عن طريق ميشيل، يأتي بكرة. الله 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 الله، ما لي جنون الهلال آخر، ما لي جنون الهلال آخر. سحر هذا في الكرة الماضية، سحر هذا في الهدف الماضي، سحر بداه ميشيل وأهداه إلى كبير السحرة، إنه نيمار، ونيمار بعد ذلك. ما لسحر الهلال آخر في الهدف الثاني الذي لعب بطريقة سعود عبد الحميد. أنا قلت شو اللي جاي يعمله في خط الوسط؟ جاء لي أن يبدأ هجمة من مسافة بعيدة، قطع الطريق قطع الطريق. عينك 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 عينك، هذا سعود هذا سعود، هذا ظهير هذا ظهير أيمن. ماذا فعل؟ بدأ الهجمة إلى من؟ إلى ميشيل، ميشيل إلى من؟ إلى نيمار، نيمار. ما الذي فعله؟ شيء من سحرة، شيء من سحرة. هذه الأولى، هذه الثانية، هذه بعد ذلك. متروفيتش هذا اسمه ووظيفته مدمر، اسمه متروفيتش ووظيفته ليس مهاجم، وظيفته مدمر، مدمر بكل معنى الكلمة. تكون الصرخة كبيرة لأن يكون أكثر من لعبة في استاد الملز عبر كل التاريخ. انطلاقة في هذا المكان الآن، والتسديدة قوية، والكرة خارج الملعب، خارج الملعب. هذا الشاب الصغير محمد القحطاني، محمد القحطاني الهلال وأكاديمية الهلال ولادة للاعبين، 57 أو 87 أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم السعودية، أكثر من 100 مليون ريال للانتقال من الشباب على أداء كبير بكل معنى الكلمة في مباراة اليوم. كرة جميلة، هذه جميلة، هذه خطيرة، هذه فرصة للأمام من سلمان الفرج، لكن أيضا فقد توازن في الكرة الماضية في دوري روشن، وبتعادلين وبهدفين نظيفين في هذا الديربي المثير. هذا سافيتشي الذي تحول الآن وأصبح مهاجما، والكرة خطيرة في الكرة الماضية، لكن كيم 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 الذي أنقذ مرمى من ضرب جزاء من نيمار في الشوط الأول. موسيقار الشباب بنيقة يأتي بكرة عالية بالرأس بهذه الصورة، لكن موجود بونو حارس المرمى، إنه سافيتش، سيل سافيتش. لا لا مالكم، عفوا مالكم 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 البرازيلي الذي ترك أرضية الملعب في هذه اللحظات، وبالتالي نعم بديله في اللحظة الماضية هو محمد البريك. كرة لصالح الهلال، الأمور انتهت للمحترفين، وصافرة نهاية المباراة من السلفادوري تعني نهاية أحداث مباراة اليوم. الهلال يفوز بهدفين
بعد معاناة كبيرة، بعد شوط أول لا شك، وبعد مباراة كبيرة للشباب، سجل الهدف الأول من كوليبالي الذي بالفعل وكأنه فتح لطريق نورا في ظلام كان عاتما في مباراة اليوم. وبعد ذلك بارسا شيء من سحره الكروي الكبير الساحر نيمار، وأهدى ميتروفيتش الهدف الذي أوصله إلى الرقم 7 في صراع الهدافين الذي بدأ ولن ينتهي في دوري روشن السعودي للمحترفين.